اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. الاكل النهارده صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. كل يوم حد من كل اسبوع بنسمع من الشيف المغازي الجملتين دول، مهمين جدا في حياتنا ان احنا نحطهم حتى ونكتبهم بخط حلو كده على باب الثلاجه. الوقايه خير من العلاج، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، عشان ما ننساش في يوم من الاسبوع نخش المطبخ نعمل اكل صحي. ايه الاكل الصحي معاك النهارده يا شيف؟ لو احنا استعرضنا المنتجات بتاعتنا او الماتيريال بتاعنا او المشتريات بتاعتنا، ما تقولش ان هي صحيه خالص للامانه لما تيجوا تسالوني، ولكن ازاي نحولها لاكل صحي؟ معانا لحم شرايح، اللحم ده ممكن اللي هو بيتعمل شاورما، بنجيب شرايح سكالوب بنقطعها شرايح، معانا عدس اسمر لطيف وجميل صديقنا طبعا الجميل الحلو ده من خير ارضنا، معانا برغل منتجات القمح الصلب الخشن، معانا مكرونه، معانا بروكلي، معانا عجينه لطيفه جميله هنعملها بالتفاح فطاير النهارده بالعسل الاسود، يعني المناعه باي باي. اللي عنده انيميا من الاطفال يركز على العسل الاسود، قيمته الغذائيه عاليه جدا وخاصه بتاع الريف المصري والصعيد المصري. هنعمل ايه بالماتيريال ده يا شيف؟ هنعمل طبق مكرونه باللحم والبروكلي، مشهور جدا في المطابخ الغربيه، ازاي نتعامل مع البروكلي بحساسيه مع لحمه مستويه، ونشوف ازاي ننزل بالبروكلي مع المكرونه والكل يكون مستوي في طبق واحد. معانا النهارده كمان العدس الاسمر، هنعمل اكله مشهوره جدا في المطبخ الشامي، معروفه بان هي مجدره العدس، يعني بدل العدس بدل الرز بتحط لها برغل. انا هعملها النهارده صحيه، اللي هي البرغل بالعدس الاسمر، حاجه لطيفه جميله، ونقدمها مع صوص طماطم برضو صحي ورجيم في نفس الوقت، مش هنعمله بسمنه او بزبده باي حاجه، هنستخدم زيت الزيتون والبصل الشرايح مع التوم، لطيف وجميل. اما الحلو بتاع النهارده حلو صحي، قيمة غذائية عالية جدا، بيساعد على المناعة ويساعد كمان على الأنيميا، لمشاكل الأنيميا. هنعمل فطاير التفاح بالعسل الأسمر لطيفة وجميلة، ونستخدم سكر بني أو سكر أسمر حسب الرغبة. أنا مش عايز أطول على حضراتكم لأن في تفاصيل كتيرة النهاردة، والأكل النهاردة صحي ومحتاج لتركيز شوية، إن إحنا هنستخدم إيه المادة الدهنية، زبدة، زيت، سمنة، الماتيريال بتاعنا فيه نشويات، فيه كربوهيدرات، وهكذا من الماتيريال بتاعنا. هنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل أوعوا تروحوا بعيد، ودايما تفتكروا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، تعالوا نشوفوا مع بعض خط سير الحلقه هيمشي ازاي. معانا برغل، معانا عدس، اعتقد ان الاثنين هياخدوا شويه من الوقت في التسويه، فلازم تنظمي وقتك في المطبخ لان في التزامات تانيه عليكي، ترتيب البيت، مذاكره للاولاد، استقبال جوزك، بيتك يكون مترتب، فتوقفيش في المطبخ اكتر من ساعه زي الشيف المغازي كده، وخلي عندك شويه او خلي زياده عليكي شويه، اوقفي ساعتين مفيش مشكله، بس تعملي السفره بتاعتك. هنبدا باول حاجه، ازاي نعمل البرغل بالعدس الاسمر، أكلة مشهورة من المطبخ الشامي أو السوري، لطيفة وجميلة وقيمتها الغذائية عالية جدا، وهنعملها النهاردة دايت رجيم بقدر الإمكان. برغل خشن، وده موجود في أي سوبر ماركت. معانا عدس أسمر من خير أرضنا لطيف وزي الفل، كان معانا امبارح كنا عاملينه فتة العدس بالخل والثوم، كلت صوابع وراها كانت لطيفة قوي على فكرة. العدس ده هعمله النهاردة مع البرغل، بصل شرايح وثوم وزيت زيتون، بهارتنا البهارات بتاعتنا حبهان، قرفة ناعمة، ملح وفلفل، ممكن نحط شوية كمون في الآخر على الوش عشان مشاكل العدسة والبقوليات مع الكولون. هنبدأ في تحضير الأكلة بتاعتي، والمقادير على الشاشة، والصورة الحلوة دائما تتحدث عن نفسها. البصل يتقطع شرايح بالشكل ده كده، وناخد الكرملة بتاعته بواسطة حلة تكون سخنة على النار بالشكل ده كده. بصل شرايح، زيت زيتون، كتري تقللي، ده قرار قرارك، يعني انا مزود شويه مفيش مشكله، نقللي مفيش مشكله، زيت الزيتون مفيش منه مشكله طالما انت بتستخدميه على طول، ما تسيبوش على النار كتير قوي على فكره. حلو، زي ما انا شغال كده، البصله تتشوح زي الفل، تمام، تاخد اللون، بننزل بفص توم حلو، اللهم صل على النبي، التحميره دي مهمه جدا، نظبط الملح بتاعنا والفلفل. حد يقول لي بقى دلوقتي سريعا كده وهو قاعد بيتابعني، مش لازم نتصل يعني، بس يبقى من جواك كده انك انت فاهم مطبخ، انا هنزل بالعدس ولا البرغل الاول؟ هو ده بقى، هو ده الكلام بقى، شفتوا ازاي بقى؟ هو ده، انا هنزل دلوقتي بالعدس ولا بالبرغل؟
فاول حاجه هتعامل معاها دلوقتي. ايه تاني؟ معلش كنترول معايا شاطر، بسم الله ما شاء الله. هو ده الكلام بقى، هو ده الكلام الصح المتين. هو ده. العدس ده هينزل طبعا. العدس ده مهم جدا، عايز اتكلم عنه. العدس الاسمر بالذات بيتغسل مره اتنين تلاته، لان احنا بنشتريه من اي سوبر ماركت او من عند العطار. بيبقى فيه ماده حافظه، بيبقى مركون عنده، فبتغسليه ميه ساقعه، وبعد ما تغسليه صفيه من الميه عشان ما ناخدش الطعم بتاعه، وتسيبيه بالشكل ده كده، ما ياخدش منك وقت كتير في السوى. اهو 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 ينزل بالشكل ده كده، بيتكلم مصري، العدس المصري. اهو 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 حلو، ويتقلم مع البصلايه. ونسيب العدس يستوي مع البصل مع ميه بتغلى على النار. هنسقطها دلوقتي على الحله. شايفين العدس بمجرد ما حطيت عليه الميه بتغلي؟ اهو اهو زاد ازاي، وبقى لطيف ولونه اتغير كهرمان. اهوت بيتحدى الجمبري في اللون. اهو ونحط الميه ونظبط عيار الميه ونسيبه يبكبك شويه على النار. في الاخر نعرفه على مستر برغل. برغل خشن ولا ناعم؟ يفضل الخشن. البرغل ناعين في السوق، اسود وخشن، يفضل البرغل الناعم الخشن اللي هو لونه فاتح. انا هاخد بعضي واطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف امتى نحط البرغل يتعرف على العدس الاسمر الجميل الحلو ابو جبه. احنا مسمينه في الصعيد العدس ابو جبه. والاكل النهارده صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بظبط النار بتاعتي، لان انا احب يعني النار دايما تكون معايا شديده. يعني ايه يقول لك؟ في مثل يقول لك اضرب الحديد وهو سخن. لما بستخدم النار لازم النار احس بصوت البصله وهي نازله في قلب الزيت. زي ما دلوقتي كده انا بس بعلمك حاجه، لما تقف في المطبخ استغل كل دقيقه وكل ثانيه من وقتك. فجاه لقيت العدس بيغلي وبيبكبك لان ميه بتغلي على النار، طاسه سخنه، حله سخنه، كل ده مع بعض. هنزل بالبرغل الخشن. اكل هي تكفي العيله كلها. وعلى فكره الاكله دي ممكن تتاكل بارده وتتاكل سخنه مع صوص طماطم، تبقى حلوه قوي على فكره. البعض بياكلها مع سلطه الزبادي بالخيار، او خس بالزبادي زي ما انت عايزه، او زبادي بس كده، تجيب علبتين ثلاثه اربعه زبادي وتحطيهم. الله. جالي السؤال دلوقتي على السوشيال ميديا، وانا عايز حضراتكم اللي تجاوبوا عليه. انا عارف الاجابه، ايه الفرق بين البرغل والفريك؟ ايه الفرق بين البرغل والفريك؟ والبرغل بيطلع من ايه والفريك بيطلع من ايه؟ الاجابه عايزها من حضراتكم، يعني حنوا عليا وقولوا لي الاجابه ايه. انا بطلب منكم طلب واحد بس، قولوا لي الفرق بين البرغل والفريك، والفريك بيطلع من ايه والبرغل بيطلع من ايه. البرغل بيطلع من القمح الصلب، ناعم وخشن. الناعم بيخش على سكة التبولة والكبيبة، والخشن بيخش زي ما أنا عملته دلوقتي برغل بالفين، برغل بالحمص، برغل بالعدس وهكذا. أما الفريك بيطلع من القمح الأخضر اللي هو لسه يعني خلاص في طريقه للسوى، عشان كده بتلاقي بيميل للون الخضار شوية لما يخش جوه الحمامية، تديله قرفة، تديله ملح، تديله فلفل، هو في الآخر فريك أخضر في قلب الحمامية. معانا مين من الحبايب؟ لحمة هنا على النار. طيب نشوف مع بعض مقادير طاجن المكرونه باللحم والبروكلي. شويه مكرونه باللحم والبروكلي. اول حاجه نزلت بيها اللحم بالشكل ده كده، ممكن يجي على الشاشه مع حبايبنا. لحم شرايح، نشيل الدم ده كده، ربنا يكفينا شر الدم، زي الفل. هننزل بشويه بصل ناعمين. المكرونه معانا اهي، تخليها مكانها، زي الفل. وسع الدنيا كده، يلا اللهم صل على النبي. مكرونه بنه، يفضل تكون بنه. ومعانا لحم شرايح، توصي الجزار طبعا على شرايح من اللحم اللي بتعملها سكالوب للاولاد او بوفتيك، وتقطعها قطعيه الشاورما او قطعيه الكبده الاسكندراني كلنا عارفينها دي، نسبه الدهون فيها لا تتعدى 5% تقريبا. حلو الكلام. ومعانا بروكلي وملح وفلفل، وممكن نحط صوص طماطم او كريمه لباني، عايزاها
دايت وتكونش فيها نسبه دسامه، استخدمي صوص طماطم حلو لطيف وجميل. عايزاها تبقى حلوه للاولاد ومش دايت قوي يعني، حط كريمه لباني. دي المقادير على الشاشه مع طبعا فلفل الوان عشان الاطفال الحلوين يحبوها ويشوفوا شكلها الحلو على السفره. بنروق البوتاجاز بتاعي وانا شغال كده اول باول، وكل ما تروقي مطبخك اول باول هتطلع منه رايقه فايقه زي ما انا شغال كده. والبرغل بيستوي على النار، نبص عليه بصه ايه الاخبار اهو زي الفل. زي الرز بقى نسيبه يتشرب بقى، الرز ابو شعريه اللي احنا عارفينه. حبايه البرغل مع حبايه العدس باتنين حبايب في قلب الحله، بيجمعهم البصل المصري اللطيف الجميل بزيت الزيتون، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه كمون في الاخر هنحطهم. اللهم صل على النبي. طيب ونهدي النار علشان ما يشيطش مننا. اللحمه بتستوي في حله طبعا تانيه، هنبدا ان احنا نساوي البروكلي مع المكرونه واحنا شغالين. دي ميه بتغلي على النار، بنحط فيها شويه زيت زيتون. شوفي بقى التركايه بقى الاثنين، ادي زيت الزيتون وشويه الملح في النار كده، ونبدا باول حاجه ننزلها المكرونه. انا من الناس اللي بيساوي المكرونه نص سوا وتكمل سواها مع الصوص التابعه له، سواء مشروم سواء كريمه لباني سواء وايت صوص سواء بتعملها بالفراخ زي ما انت عايزه. يفضل سلق المكرونه نص سوا، ولو تعمليها بالبشاميل برضه اسلقيها نص سوا علشان تستوي في قلب البشاميل، واللحمه البولونيز تقوم تاخد الشكل وتبقى بتقطعيها في قلب الطبق خرطه بخرطه. زي ما انا شغال كده. ميه والزيت وملح ونقلبهم مع بعض، بنسيبها شويه. في نفس الميه هنزل بالبروكلي بس مش دلوقتي. ده المطبخ، انك انت عارفه بتعملي ايه ومرتبه شغلك ومرتبه كل حاجه معاكي على النار زي الفل. اخبار اللحم ايه؟ نعم ممكن تتعمل بالفراخ، سؤال من الكنترول شيف مغازي. انا مش بحب اللحمه في المكرونه، بحب دايما صدور الفراخ. تنفع نستبدل شرايح اللحمه دي بشرايح دجاج؟ ينفع نجيب صدور الفراخ وتتقطع بالشكل ده كده ونسويها زي الشاورما، وفي قلب زيت الزيتون مع بصلايه ناعمه هننزل بيها دلوقتي وفص توم. معانا مين يا ست الكل؟ معانا الاستاذه نهله. يا استاذه نهله ازيك؟ ازيك يا ست؟ اهلا وسهلا يا ست الكل. الله يخليك، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. بص انا هطلب من حضرتك ثلاث طلبات، ماشي؟ ممكن؟ تحت امرك، اتفضلي. الله يخليك، الامر لله. اول حاجه عايزين الدكتور التغذيه ده يجي، ربنا يخليه. يا ست الكل معلش، دكتور التغذيه اللي هو كل يوم كل فكره التغذيه. حاضر، احنا افطرينا ان شاء الله ان احنا ننفذ الموضوع باذن الله. اموريني. دي اول حاجه. ثاني حاجه بقى، ثاني حاجه بص الكرنبيت طبعا ايه، في ناس بتقليه في ناس بتعمله باللحمه المفرومه حاجه كده، الارنبيت انا عايزاه يتعمل ازاي؟ عجه الارنبيت. عينيا، حاضر. وتعملي برجر الارنبيت كمان مع العدس. عينيا، حاضر. في مره كده تبقى تعملها لي، ربنا يرضى عليك. حاضر. يا رب. حاضر. انا شخصيا بحب ده. ثاني حاجه، اتفضلي. ثاني حاجه، تالت حاجة بقى. معلش أنا بعد وراك، تالت حاجة. تالت حاجة، أنا من النوع يعني إيه أقول لك إيه، ما بحبش البروكلي، بس أنا نفسي يعني إيه، نفسي أحاول كده إن أنا أجربه يعني في حاجة أو كده. تنصحني بإيه علشان أكله؟ هو بيقولوا فوائده عديدة قوي. والله البروكلي أهم فوائده. أنا مش جاية عليه، مش عارفة أعمل إيه. حاضر يا ست الكل، تحت أمرك. البروكلي من أهم فوائده طبعا اللي بيخليه دايما الناس تبص له نظرة حنية شوية، غير الارنبيت اللي احنا عارفينه بتقلي وتخش بسقعه والجو ده كله. الارنبيت دايما بيخش مع اطباق الخضار السوتيه في المطبخ الغربي بالذات، وبيتقدم طبعا مع اللحوم المشويه والجو اللي احنا عارفينه ده، وبيتقدم سوتيه مع زبده كده يبقى لطيف وجميل، ويتعمل شوربه بروكلي مشويه ونعملها زي ما هي مفيش مشكله، بيتقدم مع اطباق المكرونه اطباق الفراخ بيبقى لطيف وجميل. والبروكلي فايدته الاولى يعني ان هو طبعا سريع الهضم، وكمان بيساعد على الهضم وبيريح جدا للقولون، فما فيش مشاكل منه خالص، وما بيعملش انتفاخات زي الارنبيط، تلاقيه هادي كده ولطيف وجميل. ده بالنسبه للبروكلي.
خلينا طبعا اللحمه بتشوى على النار، لازم ميتها تنشف كده والجوس بتاعها كده عشان انزل عليها بالمكرونه والبروكلي، ونشوف التركيه الاخيره لعمل شويه مكرونه مع لحم شرايح وبروكلي. معانا مجدره هنسميها مجدره العدس بقى بالبرغل، اللي هو العدس بالعسل البرغل بالعدس الاسمر. ومعانا بعد الفاصل ان شاء الله عشان حضراتكم ما تروحوش بعيد، هنعمل فطاير من اختراعي انا، عجينه مش هنشتري العجينه من السوبر ماركت، وتفاح وعسل اسمر، وبعديه للصعيد المصري الجميل والريف المصري، كلنا عندنا العسل الاسمر اللطيف الحلو الراجل بيعدي بيه. انا من الريف المصري الصعيد كفر الشيخ، كان زمان يشيله في البلاص كده ويبيعه في الشارع. العسل ده نهتم بيه كويس قوي على فكره، لانه بيقوي المناعه احسن من اي عسل موجود تاني. مش بعمل له دعايه، لا، العسل الاسمر بالذات ده منتجات الـ طبعا القصب، فاحنا كلنا عارفينه، غير سكر البنجر، فده مفيد جدا وبيقوي المناعه، ومفيد جدا كمان للي ما عندهم مشاكل مع الانيميا. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد عشان نشوف ازاي نعمل شرايح التفاح فطاير لطيفه سهله. اوعى تروحوا بعيد، تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. اللحمه طبعا عندي هنا بدات ان هي الميه بتاعتها خلاص، تسمعي الصوت كده تعرفي ان هي في طريقها للتحمير. وما تسيبهاش لما تنشف جامد. ولازم تضمني ان هي استوت. طبعا معانا شويه فلفل اخضر احمر اصفر، انا بحبه دايما مع اطباق المكرونه عشان الاطفال الصغيرين بيحبوه. وبعدين الفلفل الالوان ده غني جدا بفيتامين سي، يعني الفيتامين سي مش في البرتقال واليوسفي بس، لا، في الجوافه، فلفل الوان، فراوله بتاعتنا الجميله، البروكلي ده فيه فيتامين سي، كل الاكل بتاعنا النهارده صحي. هننزل بالفلفل ده كده على اللحمه، اللهم صل على النبي. ومعانا ريحان اخضر. سؤال وجيه جدا جالنا على السوشيال ميديا دلوقتي، اللحمة دي ينفع تتعمل شاورما؟ هي نفس التقطيعة ونفس اللحمة تتعمل شاورما، بس طريقة الشاورما غير اللي أنا بعمله دلوقتي. الشاورما لازم تتبل في زبادي حبهان بهار حلو، اللحمة بالذات قرفة وفلفل أسود وعصير ليمون وخل وعصير برتقال. ده ريحان أخضر ينزل على الفلفل، كل ده بعد اللحمة ما تستوي، علشان نسبة أو وقت تسوية اللحوم أكبر بكتير من تسوية الفلفل الألوان والخضار. يعني الشكل ده كده، وأنا عايز اللون يبقى أخضر بالشكل ده كده. أخبار المكرونة إيه يا عم الشيف؟ بالبروكلي هنا، في نفس الحلة اللي كنت بسلق فيها المكرونة. الطبق ده لطيف جميل جدا. حلو قوي. زي الفل. مية فيها شوية ملح ومعلقة زيت. هتلاقي البروكلي ده لونه خضاره وجماله دلوقتي احسن من الاول بكتير. ناخد من الطماطم دي شويه. الله ينور يا استاذ رحاب. جالنا سؤال دلوقتي كمان مهم جدا، ولغايه يوم الدين يبقى السؤال ده بيتسال. البفتيك والمكرونه بالبشاميل. البفتيك بيفك مني يا شيف مغازي، انا عملته الاسبوع اللي فات، وقاعده الشيف المغازي بتقول ايه لعمل البفتيك او البنات او الفرايد عموما. ممنوع منعا باتا وضع اي ماده دهنيه، سواء زبده سواء زيت سواء سمنه، في تتبيله اللحوم او الفراخ او السمك. لو انت هتعمليها مقليه او فرايد، ممنوع منعا باتا، ده اللي مش هيخليه يفك منك. وبعد ما تتبليه كويس استخدمي معلقه دقيق مع خفق البيض، عشان البيض يمسك في شريحة اللحمة أو شريحة الفراخ اللي انت بتعمليها بانيه أو بتعمليها سكالوب. المكرونة كده جاهزة بالفلفل باللحمة، لطيفة وجميلة أهو زي الفل. البروكلي هيستوي ينزل عليها دلوقتي. تعالوا نغرف البرغل بتاعنا، اللهم صل على النبي. والله العظيم أنا لسه واكل الأكلة دي امبارح، أكلتها مع زبادي، لطيفة جميلة ما اقولكمش. الميزه فيها بقى ايه؟ يعني ممكن ناكل شويه منها كده الواحد يشبع بسرعه، وفي نفس الوقت
الصحيه اهي. اللهم صل على النبي. نجيب طبق كبير زي ده كده نغرف فيه، عايز لها طبق حلو دي كده عشان اقدمها بشكل حلو. لان هقدم معاها صوصات، صوص طماطم انت عايزه ماشي، تقدمي معاها زبادي زي ما انت عايزه حسب الرغبه. اللهم صل على النبي. شايفه الحبايه بتنزل ازاي؟ العدس مستوي، البرغل مستوي اهو اهو. الله اهو ايه الجمال ده يا شيف. انا بغرف بالمغرفه كده علشان يبان ان هو مفلفل، انا مش عايز العدس يعجن. هو ده. اللهم صل على النبي. ينزل كده وشويه كده، ما نسيبهمش بينزلوا على وش الطبق بتاعي. الاكله دي على فكره ممكن تهادي بيها قرايبك صحابك، اذا هم ما شافوش الحلقه تقول لهم دي اتعملت ازاي. هرم اهو. تعالوا نغرف المكرونه عشان عايز اعمل الحلو ده بصراحه. انا دايما ببقى والله العظيم عايز اعمل كل حاجه نفسكم فيها، والوقت هو اللي طبعا اللي بي ايه البروكلي اخبارها. نعمين يا غالي زي الفل، ان شاء الله هنعمل كل حاجه. مكرونه، اتفرج على المكرونه دي يا شفيق، اتفرج على المكرونه وهي نازله في الطبق كده مع لحم شرايح مع فلفل الوان عشان الاطفال الحلوين. اللحمه مستويه زيها زي المكرونه، تتنافس في طبق بالشكل ده كده. هنزينها دلوقتي بالبروكلي. ايه الجمال ده. كل ده ينزل. اللهم صل على النبي. زي الفل. روق يا شيف الكاونتر بتاعك عشان مخرجنا ما يزعلش مني. سيف يا سيف، ازيك يا عسول يا جميل البطل سيف. الله يخليك. حاضر عينيا. اللهم صل على النبي. في نفس الحله. اللي بيسال عن البروكلي، اتصلت من شويه اختنا طبعا، قالت البروكلي ده انا مش بحب. البروكلي ممكن يتاكل على كده يبقى لطيف على فكره. شفت ازاي؟ هو ده. حد هيقول لي دلوقتي يا شيف مغازي ما قلبتوش ليه مع المكرونه؟ هو ده الكلام بقى، ده السؤال اللي عايزه من حضراتكم، ما قلبتوش ليه جوه المكرونه؟ انا مش عايز الشكل الجمالي للمكرونه يختلط بالبروكلي، انا اقدمه كده جارنش او برزنتيشن. اللي عايز هيحط بروكلي مع المكرونه. لان المكرونه دي فيها لحمه شرايح. زي الفل، تمام. تعالوا نشوف الحلو بتاعنا هنعمله ازاي سريعا كده مع بعض. مقاديره على الشاشه وانا شرحت العجينه بتاعته بتتعمل ازاي. هنشوف مقاديرها على الشاشه اختصارا للوقت بتاعنا، لان وقتنا من ذهب. عباره عن كوبايتين من الدقيق، بياخدوا بيضه، بياخدوا نص كوب من الحليب، بيكنج باودر مش خميره، مش خميره، حلو الكلام، ورشه ملح ومعلقه من السكر ومعلقتين من الزيت. بنعجن العجينه وبنسيبها تتخمر تقريبا ساعة الا ربع او ساعة، وكل ما تقعد فترة طويلة من التخمير كل ما تبقى احسن، مع ان هي ما فيهاش خميرة، بس لازم مادة الجيلاتين اللي موجودة في الدقيق تلتحم كلها مع بعضيها وتتفق كلها مع بعضيها ان هي تدينا عجينة حلوة بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. حلو الكلام؟ وهنشتغل في الحلو كده واحنا واقفين مع بعض، نشيل الحاجات دي مش عايزينها بقى، نوسع لنفسنا كده. اللهم صل على النبي. نعم. عينيا. وهشتغل في الحلو ده كده ومعانا ربنا. خلصنا الحمد لله رب العالمين، ما خلصناش بنعمله تاني يوم. واحنا مع بعض كده، انا معايا طاسة على النار، طاستين كده، هبدا ان انا ايه احطها على النار كده، واجيب طاسة كمان كانك بتعملي كانينولي بالظبط. زي الفل. وادي طاسة بس خلاص تمام. تعالوا نعمل مع بعض الرز المعمر، انتظروه مننا ان شاء الله الاسبوع ده عشان خاطر الاخت اللي اتصلت من شويه، ونتمنى لها يا رب الصحة وربنا يديها الصحة ويشفيها يا رب ويعافيها. تعالوا مع بعض هنعمل العجينة دلوقتي. يلا. المقادير على الشاشة، مقادير العجينة. حلو قوي. طيب حاضر اشتغل يعني. حاضر. ما انا هعمل والله، واللي نعمله ونشبعه زي الفل تمام. العجينة بالشكل ده كده اهو، ومعانا التفاح الأخضر ده كده. ايه ميزة الحلو ده وايه فكرته بالظبط؟ ان انا بعمل عجينة عادية خالص، وبجيب التفاح ده بقطعه شرايح بالشكل ده كده مع حضراتكم بالقشر بتاعه،
زي ما هو كده اهو، وتقطع رفيع قوي كانك بتقطعي بطاطس هتحمريها. شايفين الجو ده كده اهو. انا هعمل واحده دلوقتي قدام حضراتكم واقول لحضراتكم هي بتستوي ازاي، وبناء عليها ده اكزامبل يعني مثال، تعملي عليها 2 3 4 زي ما انت عايزه. والنشابه معايا، التفاح هنا قدامي اهو. نفرد العجينه دي كده من غير دي ومن غير اي حاجه خالص بالشكل ده كده اهو، كانك بتعملي عجينه الكانانولي او عجينه الكريب بالشكل ده كده اهو اهو، تعمليها دايري كده بالشكل ده كده اهو اهو زي الفل يا عم الشيف. ومش هنحط زيت ولا نحط اي حاجه خالص في قلب الطاسه اهو. حلو. وناخد التفاح بتاعنا ده كده بسكينه صغيره نشيل قلبه. معلش احنا استاذ مخرجنا الجميل استاذ شفيق بنعمل واحده مع بعض عشان حبايبنا اللي بيتابعوا دلوقتي يعملوا الحلو ده كده اهو بالشكل ده كده اهي، واحده زي الفل. ونحط دي كمان، دي ما فيهاش، ونحط دي كده جنبيها تمام. وعندنا العسل الاسود الجميل ده كده بالمعلقه، ونحط منه شويه على التفاح. شفتوا فكره الحلو ده كده اهو، مش مكلف حاجه. التفاح عندنا في البيت الولاد مش عايزين ياكلوه، هتقطعيه زي ما انا مقطعه كده كانك بتقطعي بطاطس اهو. حلو. ونجيب العجينه الثانيه بالنشابه يا عم الشيف، نفرتها ونحطها على الوش ونقلبها بعد ما بنعملها ضفيره او نقفلها. هنشوف نقفلها ازاي مع بعض. الطبيعي انك بتعملي عجينه كبيره شويه اكبر من الاولى بسنتي تقريبا اهو. حلو اهو، ناخدها كده اهو اهو، فكره اهو. مش هحط سكر اهو زي الفل، واقفلها كده اهو بايديا اهو. بس خلي بالك التفاح ما يجيش على الاطراف ولا العسل يجي على الاطراف بالشكل ده كده اهو اهو. اضغطي بيدك كده زي الفل وسيبيها على النار كده تستوي، والعجينه تكون رقيقه والعجينه ما تاخدش خميره اهو زي الفل. غذيها كده وانا واقف. عملنا واحده مع بعض، لو في وقت تاني ممكن نعمل واحده مفيش مشكله اه، بس هي فكره الحلو اهو. تحط ايه ده يا شيف؟ ممكن نحط كده معلقه زبده صغيره بالشكل ده كده زي الفل، ونسيبها تعيش. طرف ايدي كده صغير دي حطيتها يا شيف. شفت عملت ايه في العجينه؟ خلتها في قلب الطاسه اهو. اوبا صلى على رسول الله اه زي الفل. نعمل واحده مع بعض ولا نشتغل زي ما انتوا حابين؟ اه حلو. تعمليه في المطبخ وانت واقفه من غير فرن ومن غير اي حاجه خالص نفس الطريقه اه. واحده تانية لغايه لما مخرجنا يقول لي خلاص هنفرد العجينه اه اه بالشكل ده كده زي الفل. انا عايز اقول حاجه النهارده، الاكل بتاعنا اكل صحي، وتقدري بقدر الامكان وتجتهدي في انك تختاري يوم في الاسبوع يكون الاكل صحي، وتكتبي على باب الثلاجه الصحة تاج على رؤوس الأصحاء والوقاية خير من العلاج. وانت بتعملي في المطبخ كده تفكري ازاي تهربي من الدهون، سواء سمنة سواء زيت سواء زبدة، وانت شغالة. الحلو ده صحي معمول بعسل أصبر بتاعنا اللطيف أو العسل الأسود المسمى بتاعه، مع شرايح التفاح والعجينة شايفين عاملينها مع بعض ازاي، واقف جنبها كده تستوي على النار هادية. عملنا طبق مكرونة لطيف وجميل بالبروكلي، عملنا طبق مشهور جدا في المطبخ الشامي العدس بالبرغل اللطيف وجميل، قدمنا معاه صوص طماطم، ممكن تقدمي معاه زبادي زي ما انت حابة. حلقتنا النهاردة صحي والأكل صحي والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، وما تنسوش كل يوم حد من كل أسبوع الأكل بتاعنا صحي بيناسب الصغيرين والكبار، يعني مش حرمينكم من حاجه، يعني مع بعض نقول بصوت عالي رؤيه فن ابداع. بنشوف كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.
We'll be right back.